نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلتين لتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية للأهالي في قرى بمركزي بسيون وسمنود. شهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي على 2240 حالة من خلال 16 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان وتحويل 114 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعي لاستكمال العلاج. أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في مدينة دمياط الجديدة. شهدت القافلة توزيع الكشف الطبي على المواطنين، إضافة لتحويل الحالات الحرجة وتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة، إضافة إلى الصيدلية لصرف العلاج بالمجان. دمياط الجديدة من ضمن الأماكن اللي بنستهدفها في القوافل العلاجية، لأن القافلة هنا مقامة في منطقة الستين والسبعين، فبالتالي من ضمن الأماكن اللي بنستهدفها. القافلة فيها النهاردة 12 عيادة تخصصية، كل عيادة موجود فيها فريق على أعلى مستوى من الأطباء والإداريين والفنيين والتمريض والصيادلة، وكل الخدمات المعاونة متوفرة برضو في القافلة. بالإضافة للقافلة متوفر معانا خدمات أخرى زي مثلا خدمة الأشعة، موجود معانا أشعة عادية وأشعة سونار برضو موجود في القافلة، معمل متكامل في أكتر من 40 تحليل بيغطوا التحليلات المطلوبة في القافلة. كشفت أسنان وصرفت العلاج بدون ما أدفع جنيه واحد. جيت وفعلا قطعت التذكرة من غير أي فلوس خالص، والقافلة فيها دكاترة كويسة جدا وبيكشفوا رمد وجلدية وعظام وأطفال وبطنة وأنف وأذن، وصراحة خدمة كويسة جدا.